الشق ديال التواصل لا كومونيكاسيون كاين كنعرفوا ان الموقع الرسمي هو الموقع يعني الناطق الرسمي باسم الفريق يعيب البعض على الموقع الرسمي انه موقع فيه شح ديال الاخبار يعني دي ميزاجور نون ريغولي ما تكونش فيه دي كومونيكاسيون ديال لو كلوب اللي تنشوفوها في الجرائد يعني دي كومونيكاسيون كي سون امبورطون تلقاوها في الجرائد يعني واش كاينه نظره في التطوير ديال هذا الموقع يعني في التحيين ديالو ولا يعني يعني باش يكون يعني كي غوفليت لا ديناميك اللي كاينه في لو كلوب. Tout à fait. انا جو سوي داكور هو لان الموقع الرسمي ديال الرجاء حاليا موقع نقدر نقول على انه اقل من عادي. ف طبعا كيف قلت لك دابا سانو في يلاه دابا بلوز او موا ان موا كو جو سوي لا نهضرو بشكل عام يعني يعني لي بروجي دو سيت اني لا بشكل عام اي لا طبعا بصفه عامه انا غير كنقول لك هذا شهر وشهر راك شفتي واحد ان فوليوم دو ترافاي ان فوليوم دو رياليزاسيون كي نون نيجليجابل اون طبعا واحد العدد ديال لي زوبجيكتيف منهم جوستومون لو سيت. دابا كنا ايطوفي لو بيرو اون فيان دو نومي لو بيرو سان في مي با ان ديزان دي جو اون سيمين اكزاكتومون اي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون واحد الخليه اللي غادي تنكب على هذا الشق هذا وغادي ان شاء الله نحاولوا نديرو يكون في المستوى. نسيت واحد المسألة مهمة بخصوص اللاعبين أيضا كان الحديث في الكواليس على إمكانية مراجعة عقود اللاعبين يعني الرفعها في الأجور وفي المنح ومراجعة المنح واش هادي هي نقطة كاينة تتصاغ في الكواليس ولا ما كاينش الحديث عليها؟ لا الحديث طبعا كاين ولكن تيخص هادشي كله كيدار دون ان كادر ديال ان بيجي ريفيزي ان بيجي بريفيزيونيل ريفيجي لان الواحد يلفو فير لا بوليتيك دو سي مويان اي نون با غير حتى حاجه وسيرتو انا من الطبع ديالي انني ما كندير حتى شي حاجه بالتسرع وما كندير حتى شي حاجه غير خبط هنا ضرب هنا دير هنا كذا كذا لا باش ندير شحال غادي نزيد خاصني نشوف شحال غادي كيسكو سافا انجوندري كوم ديبونس سوبليمونتير واش هاد لي ديبونس سوبليمونتير عندنا لي مويان بور لي كوفرير ولا ما عندناش لي مويان بور لي كوفرير وفي ذاك الوقت يمكن اما نطلعوها ولا نهبطوها ولا كذا هادشي راه تحت الدرس ان شاء الله غادي يكونوا لي ريفيزيون لان اوبليجي اليوم كاين تحولات كبيره راكم لاحظتوها ملي كتسمع هذا لعاب سينا ب 150 مليون في العام وهذا دار كذا سميتو راه الى الناس كيحسبوا راه يلفو ان بيدجي انورم بور سا اسكونا لي مويان دو سيت بوليتيك ولا غير كنرتجلوا يعني قانون نقدروا نعتبروا ان قانون اللاعب الجديد هو بحد ذاته مأزق اليوم للتسيير الرياضي الهاوي ايه ولكن حنا دابا راه كنوجهوا روسنا للاحتراف راه ما بقاش دابا حنا النهار الاول كانوا الفرق ديال الدوزيام ديفيزيون كيتخوفوا من اللاعبين ما عندهمش عقود كلهم اللعبه ديالنا غادي يمشيو بحالهم كذا ها اليوم لي زيكيب دو بريمير ديفيزيون عندهم ان سور بلوس لان تحدد لهم سميتو ولا الفرقه اللي ما لعبهاش لا كوب دافريك عندها 26 لاعب وجوج ديال سميتو وخصها يلا دير ان مينيموم ديال 16 عقد احترافي ف غادي يكون عندها واحد الفائده للعبه هادو اللي كلهم وصلوا ولا سينيور وداكشي اش غدير بهم راه غادي تعاود تكبهم في الدوزيام ديفيزيون تكبهم في لي زاماتور وتكبهم في كذا فاذا شي تخوف راه ما كاينش لان كاين واحد بحال ان ايمونيتي اللي غادي تخلق ان ريغولاسيون اللي غادي دير اوتو ريغولاسيون غادي دير بوحدها و زعما خصوش تخوف من هاد الحوايج باش نختموا الحوار ديالنا اليوم كالعاده وبغينا الحاج عبد السلام حنات يوجه كلمه مفتوحه لجمهور نادي الرجاء الرياضي تضمن لكن بالقدر من الامكان يعني حول un message sur le recrutement ou un message sur les surtout les objectifs. Le message pour le recrutement, le recrutement
on a déjà fait des recrutements, on va faire des recrutements ou غادي ان شاء الله يكونوا دي ريكروتمون سيبلي. سي سكو جي دي دو بلو دو لو بروميير جور هو انه راه ما غاديش يكون ريكروتمون عشوائي, غادي يكون لو ريكروتمون في المناصب اللي ناقصه للرجاء, وغادي نحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نوجدوا فريق كومبيتيتيف في المستوى ديال الانتظارات ديال الجمهور الرجاوي. هذا اول حاجه بدينا بها وهو الانضباط, والانضباط واخا تجيب اللعبه اللي جبتي الا ما كانش الانضباط وكانت الفوضى داخل النادي راه ما غادي توصل حتى شي نتيجه. دونك هذا فيما يخص لي ريكروتمون, راه فو با اوبليي كيليا انكور دو موا دو بونو deux mois jusqu'au 13 septembre عاد غادي تسدو لي سميتو, وغادي تكون قدامنا اون فونيتر عاوتاني في المو دو ديسمبر. دونك رحنا كنحاولوا نكونوا فريق متماسك وكومبيتيتيف, وبالهدنة ماشي بالانفعال والتسرع وداكشي هذا, هذا من الناحيه ديال سميتو. من الناحيه ديال لي زوبجيكتيف طبعا الى كنا اون ايكيب كومبيتيتيف راه لوبجيكتيف هو انه نمشيو للويب لو بلو لوان بوسيبل, لا ان سكي كونسيرن لو شامبيونا ولا ان سكي كونسيرن لا كوب. بغينا شامبيونا سي الحاج, راه حتى انا بغيتها, وراه حتى الجيش بغيتها, وراه حتى الوداد بغيتها, وراه حتى الخريبكا بغاتها, وحتى الجديده بغاتها, راه كلشي راه جاي كيقول انا بغيت ندي الشامبيون, راه حتى انا بغيت نديها. الحاجه الوحيده اللي نقدر نوعد بها ما نقولش غادي ندي الشامبيون, لان احمق اللي يجي يقول لك انا هذا العام غادي ندي الشامبيون سا نيكزيست با, ميم لو بريزيدون ديال بارسا ما غاديش يقول لك هذا العام غندي الشامبيون, انما خص يدار كل ما خصو يدار باش تكون عندك فرقه اللي قادره تدي الشامبيون. وطبعا هنا كاع لي زانغريديون عندنا, كيف قلت غادي نحاولوا نسدوا جميع الفراغات اللي عندنا من جهه, ومن جهه ثانيه مع لابور ديال هذاك لو بوبليك مانيفيك كو نو زافون, لو سوتيان ديالهم ولو سيبور ديالهم, راه ان شاء الله الرحمن الرحيم مايمكنش يخيب الظن ديالنا. نشكر الحاج عبد السلام حنات على سعة الصدر, وتنتمنى كل المتمنيات المكتب الموسيقي الحالي من النجاح, وشكرا.